ولمتابعة آخر تطورات عملية طوفان الأقصى ينضم إلينا عبر سكايب من أمستردام الكاتب الصحفي الفلسطيني ماهر شاويش. مساء الخير. مساء النور، حياك الله الكريم. وعبر الهاتف من غزة المختص في الشأن الإسرائيلي الأستاذ أحمد فياض، مرحبا بكم معنا. أهلا وسهلا بكم. أهلا بكم. نبدأ مع الأستاذ ماهر، وأول سؤال: في ظل استمرار القصف الشرس للاحتلال على غزة، كيف تبدو الجبهة الداخلية في كيان المحتل في ظل هذه الضربة القوية التي تلقاها نتنياهو وقواته الأمنية؟ نعم، بداية حقيقة يجب أن نكون واضحين في تقدير الموقف المتعلق بهذه الجولة من المعركة، ونقول بأنها لم تكن يعني منبتة عن تاريخ سابق أو عن مجموعة من الأحداث السابقة المرتبطة بها. وتحديدا أقول أن هناك يعني حقيقة كان هناك من أعتى الحكومات اليمينية التي يعني شهد هذا الكيان، هي التي تقود هذا الكيان في هذه الفترة. وأيضا لاحظنا أن هناك يعني ثبت تزايد كبير وطفرة في المستوطنات أدت إلى تحويل الضفة الغربية إلى كيانات معزولة، وأيضا هناك توقف فيما يتعلق أو انسداد في الأفق فيما يتعلق بملف التسوية وإهالة التراب على حل أو ما يسمى حل الدولتين، وأيضا تصاعد في موجة التطبيع وصل إلى حد أن المملكة العربية السعودية صاحبة فكرة يعني أو صاحبة المبادرة العربية أو التي قدمت المبادرة العربية أيضا انخرطت في ملف التطبيع بما يعاكس حتى مضمون هذه المبادرة. معنى قولي أن هناك ثمة أحداث ومعطيات كبيرة هي التي أدت إلى الانفجار الذي أدى إلى طوفان الأقصى. أما الآن فيما يتعلق بالجبهة الداخلية الإسرائيلية، فأنا أعتقد أن ما جرى في فجر 7 أكتوبر كان عبارة عن صدمة بكل المعايير، وهذا لا يختلف عليه أي محلل أو حتى قارئ لدى الكيان الإسرائيلي ماذا كان الاحتلال، أن هناك صدمة كبيرة، أن هناك ثبت فشل استخباراتي وعسكري وأمني كبير على مستوى هذا الاحتلال. هذه الصدمة انعكست على كل صعيد في هذا الاحتلال، وما جرى حقيقة في فجر 7 أكتوبر وفي هذه الأيام الأربعة يعني يظهر بشكل واضح وصريح فشل هذا الاحتلال، ويظهر أيضا أن هناك يعني رغبة قوية في هذه في المجموع الكلي لدى الفصائل المقاومة يعني حقيقة إيصال رسالة إلى هذا العالم بأن هناك ثمة حقوق هذا العالم معني بإعادتها وتحقيقها لأبناء شعبنا الفلسطيني. إذن الجو العام لدى الاحتلال هو عبارة عن صدمة على كل المستويات. طيب أستاذ أحمد، أيضا كيف تبدو الجبهة الداخلية في الكيان المحتل بعد عملية طوفان الأقصى التي لا تزال أعدادها لم تعلن كحصيلة نهائية من جانب الاحتلال؟ يعني الواضح الآن أن التركيز داخل الجبهة الداخلية الإسرائيلية بشكل أساسي على موضوع الأسرى الذين أسروا لدى المقاومة الفلسطينية. هذا الموضوع يأخذ حيزا كبيرا في وسائل الإعلام الإسرائيلي وأيضا لدى شرائح المجتمع الإسرائيلي، وهي الآن ربما التركيز على مصير هؤلاء إلى أين وصلوا إلى أين، والتحركات كلها في الداخل الآن صوب هذا الموضوع. بلا شك أنه فعلا أن موضوع الصدمة الذي توت به إسرائيل نتيجة هذه يعني هذه المعركة التي استطرت فيها المقاومة أروع صور يعني الاستبسال، جعلت من هذه الجبهة الداخلية حد الصدمة، وأيضا الآن البحث عن مصير هؤلاء الذين اتقدوا خلال هذه المعركة ضمن القضايا المهمة التي يبدو أنها في صلب الآن التركيز الإسرائيلي، على الرغم من ما نلحظه من هجمات إسرائيلية مصورة على قطاع غزة، إلا أن يبقى هذا الملف أحد أهم وأبرز الملفات التي يهتم بها الجبهة الداخلية الإسرائيلية، التي بدأت الآن تتحدث عن قصف الأسر ومصير هؤلاء الأسرى في داخل الأرض. طيب أستاذ ماهر، أيضا بما يتعلق بالمجتمع الدولي وكذلك الجامعة العربية، هل سيبقى الصمت قائما مستمرا على القصف الإسرائيلي العنيف الذي يتعرض له قطاع غزة اليوم تحت مسمى ومصطلح الأرض المحروقة؟
يعني دعنا نميز بين مستويين، المستوى المتعلق في الجامعة العربية أو الرسمية العربية، نعم والمستوى المتعلق في الغرب وأوروبا. طبعا واضح أنه لا يوجد صمت لدى الولايات المتحدة الأمريكية ولا حتى لدى الدول الغربية. ولاحظنا أيضا، يعني لاحظنا في هذا المجال البيان الخماسي الذي صدر أمس، وهو بيان واضح أنه ينحاز بشكل كلي إلى دولة الاحتلال، وبالتالي نعم أستطيع أن أقول أن هناك صمت على المستوى الغربي والمستوى الأمريكي، لا هناك انحياز واضح. وربما لو ولكنه استثنينا دول، تغاضي عن القصف العنيف الذي يتعرض له القطاع. طبعا بدون شك هناك دعم واضح، واليوم حتى سمعنا كلمة الرئيس الأمريكي، كلمة بايدن في المؤتمر الصحفي، كانت كلمة واضحة منحازة تماما إلى دولة الاحتلال. وقلت لك بالأمس ظهر أيضا البيان الخماسي من دول مثل أمريكا وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا، وكان البيان واضح في هذا الصدد. وهناك أيضا دعم تقريبا شبه كلي من الاتحاد الأوروبي لهذا الاحتلال، يعني باستثناء دول مثل إيرلندا، إسبانيا، لوكسمبورغ وحتى الدنمارك. هذه الدول يعني ربما أصلا، يعني دولة مثل إسبانيا وإيرلندا هي من الأصل داعمة للقضية الفلسطينية بشكل مسبق، لكن هناك ربما يعني إذا لمسنا تغير أو انزياح بسيط فهو في الدنمارك ولوكسمبورغ. لكن بالمجمل الغرب سواء متمثل بالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا أو حتى الاتحاد الأوروبي نعم هو مع تمام الأسف داعم بشكل أساسي لدولة الاحتلال، وظهر هذا بشكل جلي سواء بالتصريحات أو بالدعم. يعني هناك الدعم المادي الذي قال عنه بايدن بأنه سيرسل 8 مليار دولار، وأيضا بالدعم اللوجستي والعسكري من خلال إرسال هذه يعني حاملة الطائرات جيرالد فورد إلى منطقة الشرق الأوسط. هذا فيما يتعلق بالمستوى نعم الغربي. لكن أنا مجتمع أقول تم الدولي التعويل على المستوى الرسمي، على المستوى الشعبي أو على مستوى أساس المجتمع المدني الغربية، ربما نستطيع أن نحدث اختراق في هذا الجانب، وهذا له حديثه وله طريقه وله آلياته. طيب أما فيما يتعلق بالمستوى الرسمي العربي، هنا نستطيع أن نتكلم عن صمت ونتكلم عن تواضع حقيقة، وليس فقط صمت، ونتكلم نعم عن مواقف خجولة. أنا أقسمها إلى ثلاث مستويات، هناك يعني صمت، هناك مواقف خجولة، وهناك مع الأسف تواضع. حتى الآن لا يظهر أن هناك دعم يعني واضح للشعب الفلسطيني بشكل إيجابي. نعم هناك يعني تحركات على مستوى متعدد، على مستويات متعددة، مثلا الأردن ومصر تتحرك كل منهما بحسب مصلحتها وبحسب ما تجده من تضرر. يعني مثلا مصر تعتبر أن قطاع غزة بشكل كلي هو جزء من أمنها القومي، وبالتالي هي مجبرة للتحرك باتجاه أن تخفف من هذا التصعيد نعم وأن تجد من وطأة حلا لهذه العملية القضية. نعم وبنفس الطريقة أيضا الأردن، لأنها تعتقد أن الضفة الغربية جزء أيضا من امتدادها القومي. لكن هناك مع الأسف تواطؤ، وهذا ظهر في موقف الإمارات، وهناك أيضا مع الأسف مواقف خجولة مثل ما جرى في بعض الدول. وأيضا يجب أن يعني لا نستثني أو يعني لا نغض الطرف عن بعض المواقف التي حقيقة تحترم مثل الموقف الكويتي والموقف القطري. طيب أستاذ أحمد، اليوم الضربات التي تقوم بها المقاومة في داخل تل بالمقابل استهداف المدنيين في غزة بسلاح العدو بهذه الطريقة البشعة، هل يمكن أن تنقذ نتنياهو وتخرجه من فضيحة طوفان الأقصى اليوم؟ لا أعتقد ذلك، يعني هذا يعني شيء، يعني هو الآن هذه الهجمات المصورة كما أسلاف هي ربما تحمل الكثير من التخبط، ويعني هناك صب جام الغضب الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وناجم عن الفشل الذريع كما ذكرنا، في الفشل سواء على المستوى الاستخباري وحتى على المستوى العملياتي. هناك اهتزاز لصورة الجيش لدى الجبهة الداخلية الإسرائيلية، وهناك أيضا يعني شعور بالهزيمة المزوية في نفوس الإسرائيليين في الداخل، وهذا ربما يبعث على مزيد من يعني الهجمات الغير منطقية. ربما يعني أحد التخبيرات كانت بالأمس بالنسبة للإسرائيليين أنه ما ألقي حتى يوم أمس على قطاع غزة من قذائف صاروخية من قبل الطائرات الحربية يفوق 5 أضعاف ما ألقي على حي الضاحية جنوب لبنان ومنطقة جنوب لبنان في العام حرب 2006. هذا يؤشر على أن هذا يعني هذا الكم الهائل من التفجير ومن القصف ومن التدمير لمربعات سكنية كبيرة يؤشر إلى مدى الغضب لدى المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وهي تحاول عبر هذه الاستهداف المدنيين
يعني محاولة تحسين صورة الجيش الذي تزعزع في نفوس هل يمكن أن ينقذ هذا القائمين في القصف الداخل. الداخل الإسرائيلي، وهل يمكن أن يكون مبعث أمن للمواطن الإسرائيلي اليوم أو المستوطنين؟ لم أسمع السؤال، ممكن تكرر هل السؤال يمكن مرة أن يكون أخرى؟ القصف الذي تتعرض له غزة اليوم مبعث أمن للمواطن الإسرائيلي أو المستوطنين؟ يعني هو يعني بلا شك هذا يعني مستحيل ان يكون ذلك، ولكن هي محاوله اسرائيليه، هي محاوله اسرائيليه الى يعني مزيد من الاغال في الدم الفلسطيني حتى توصل الرساله للجبهه الداخليه الاسرائيليه بان الجيش قادر على ان يمحق قطاع غزه واهل قطاع غزه، وانه بهذه العمليات يعني يحاول ان يخفف من حاله الاحتقان والغضب الموجوده في الداخل. طبعا بلا شك ان مثل هذه العمليات طبعا الاجراميه بهذه الطريقه وبهذه الوحشيه وهدم البيوت على رؤوس ساكنيها من الابرياء والاطفال والنساء، بلا شك ان هذا الامر لا يمكن ان يحقق الهدف الاسرائيلي، لانه سبق لاسرائيل ان اقدمت على مثل هذه المجازر في 2021 2014 2008 2012، ويعني ما اعطاه هذا ولد مزيد من الاحتقان الفلسطيني، مزيد من الاصرار الفلسطيني والدعم الفلسطيني، المقاومه الفلسطينيه من اجل الذود عما تعرضت له منطقه قطاع غزه من ظلم هذه الاله العسكريه الوحشيه على مدار السنوات الطويله الماضيه. طيب أستاذ ماهر، ماذا يعني برأيك طلب الاحتلال مساعدة أمريكا في مواجهة حركة صغيرة وليس جيشا منظما مثل حركة حماس، فقط بعد مرور أو الحركات الأخرى فقط بعد مرور 24 ساعة من بداية طوفان الأقصى، وهل له أي مردود مساعدة أمريكا العسكرية أو السلاح، هل له أي مردود على أرض المعركة وخصوصا مع الترسانة العسكرية للأسلحة الاحتلال ومع عبارة أنه إسرائيل الدولة التي لا تقهر، ماذا حل بها اليوم؟ حقيقة هو هذا الطلب بعد مرور 24 ساعة وحتى يعني الاستمرارية في هذا في طلب المساعدة والدعم، وأيضا يعني حتى كل ما يتعلق بالدعم سواء الدعم اللوجستي والعسكري أو الدعم حتى المعنوي الإعلامي أو الدعم المالي، كل هذا الشيء مرتبط حقيقة بما جرى في 7 أكتوبر. يعني هذه الصدمة وهذا الفشل الذريع يعني حقيقة جعل هناك نوع من التخبط حتى في كل ما يتعلق بإدارة هذه الجولة من المعركة، وهذا يعني يرصده كل متابع فيما يتعلق بطريقة إدارة هذه الجولة. الآن كيف يعني كيف سيكون أو لماذا وكيف سيكون مردوده؟ لا شك كل هذا الدعم سواء من الولايات المتحدة الأمريكية أو من الغرب هو أنا في تقديري يذهب إلى 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 رسالتين، رسالة أولى رسالة تطمين لهذا الاحتلال، وفي نفس الوقت ايضا رساله ردع، لانه جزء من هذا الدعم ايضا يذهب باتجاه الردع حتى لا تتوسع رقعه المعركه، وهناك ربما تخوفات من ان يكون هناك يعني انضمام او فتح لجبهه الشمال او حتى انضمام للطرف السوري او للطرف الايراني في هذا الموضوع، وربما هناك ايضا تخوفات من قضيه تفعيل موضوع وحده الساعات والساحات وكل هذا المتعلق في المحور. طبعا هذا له كلام خاص وتقدير خاص فيه، وفي تقديري انا الشخصي هذا الامر من المبكر الحديث عنه، يعني الى الان لا نشعر ان هناك تفعيل واضح لقضيه وحده الساحات على مستوى هذا المحور، وما يجري على الجبهه الشماليه هو عباره عن مناوشات حتى الان، وحتى المقذوفات التي ظهرت الان من الجبهه السوريه ايضا كلها في تقديري تقع في حيز المناوشات، لكن في تقديري ان هذه الجوله من المعركه بهذا الكم وبهذا التصعيد وبهذه الطريقه وبهذا الاسلوب هو اختبار جدي لهذا المحور، لانه حقيقه اذا لم ينخرط هذا المحور بمثل هذه الجوله او مثل هذه المعركه، ولم يكن هناك يعني نوع من الدعم والاسناد للمقاومه الفلسطينيه، فانا برايي هناك ثمه اشارات استفهام واشارات استفهام كبيره على كل فعاليه وجدوى قضيه يعني وحده الساحات وقضيه هذا المحور الذي حقيقه البعض منه وجزء منه يحاول ان يوظف القضيه الفلسطينيه ويحاول ان يتلاعب حتى احيانا بالواقع الفلسطيني، وبالتالي يجب ان يكون لدينا يعني تفكيك واضح للمشهد بشكل واضح، ويجب ان يكون لدينا قراءه دقيقه في تقدير الموقف من هذه الزاويه.
طيب أستاذ أحمد، هنا أيضا استجابة أمريكا السريعة لإنقاذ نتنياهو وأرسال أيضا حامل الطائرات، كيف راها المجتمع في الداخل المحتل؟ هل هي طوق نجاة أم أنه تأكيد على فشل نتنياهو ومنظومته الأمنية، خصوصا أن تكتيك طوفان الأقصى مختلف عن أي عملية عسكرية جرت في الداخل أو في عموم المقاومة؟ يعني بلا شك يعني المجتمع الإسرائيلي ينظر بعين الرضا الكبير عن التحرك الأمريكي، وخصوصا ما سمعه يعني أمس من كلمة الرئيس الأمريكي، أيضا يعني لمسوا من خلال كلماته بأنه الموقف الأمريكي متجنب تماما للموقف الإسرائيلي. هذا كما يعني أسس الجميل بأنه يعطي نوع من التعزيز النفسي للإسرائيليين، هذا من ناحية. من ناحية أخرى أيضا يعطي هامش أيضا المؤسسة العسكرية للمضي في مزيد من يعني انتهاك الدم الفلسطيني وإباحة الدم الفلسطيني في قطاع غزة واستمرار المجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. هذا الموقف الامريكي ايضا جاء بهذه الطريقه حتى ايضا يشعر المجتمع الاسرائيلي بان وجود الامريكان في هذه اللحظات هذا مؤشر على ان فعلا ما تعرضت له اسرائيل هو ليس امرا سهلا. لاول مره في تاريخ هذا الكيان ان يكون هناك تنظيم فلسطيني هو الذي يعني هو الذي يهاجم هذا الكيان بهذه الطريقه. لم تكن دوله، لم تكن جيوش، لم تكن وحدات عسكريه ومقاتلات وسفن والى اخره، وانما هذا تفصيل فلسطيني صغير بهذا الحجم. لم تكن المساله ايضا حزب الله الذي هو ربما في جنوب لبنان اكثر تسليحا من المقاومه الفلسطينيه، هذا تفصيل فلسطيني صغير بهذه الطريقه وبهذا الحجم الذي كبد اسرائيل خسائر فادحه بهذه المباغتة، بهذا التكييف، بكل ما دار من هذه المعركة، بكل ما كانت فيها من عمليات أدت إلى مزيد من القتلى الإسرائيليين خلال هذه المعركة. يأتي الموقف الأمريكي في هذه اللحظات لمحاولة دعم النفسي بالدرجة الأولى، وأيضا يرى المجتمع الإسرائيلي أن هذه المقاتلات الأمريكية التي تقتل المنطقة أيضا ستكون رادعة لئلا تتدحرج المواجهة إلى ساحات أخرى خصوصا على جنوب لبنان أو مناطق أخرى. بالتالي يعتبروا أن هذا الدعم الأمريكي بهذه الطريقة ليس فقط أيضا وصول يعني حامل الطائرات الحربية، وإنما أيضا ما قدم أيضا من تسليح لإسرائيل خلال 24 ساعة الماضية، الدعم المادي أيضا والأموال التي جمعت من صالح دعم إسرائيل، كل هذه الأشياء ربما هي تأتي في إطار التعزيز بس وأيضا التعزيز يعني أقول أيضا العمليات، وهذا يعطي نوع من الأريحية للمجتمع الإسرائيلي. الآن رسالة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية والدعم الأمريكي هي محاولة تعزيز الجبهة الداخلية الإسرائيلية المتزعزعة والمنهارة نتيجة ما عصف بها في 7 أكتوبر. هذا أمر ليس سهلا، لم تكن تتوقع أبدا يتوقع الإسرائيليين في داخل قطاع في خارج قطاع غزة أو السكان المحاذين لقطاع غزة أن يتعرضوا لمثل هذه الحملة العسكرية العنيفة من قبل المقاومة الفلسطينية. الأمر كان بالنسبة لهم كأنه كابوس، وهذا الكابوس بلا شك ألقى بثقل أيضا على كافة أرجاء المجتمع الإسرائيلي الآن في إسرائيل الذي الآن يرزح تحت تأثير القصف المقاومة الفلسطينية. طيب هنا أيضا نحيل أو نبدأ من هذه النقطة التي ذكرها الأستاذ أحمد، أنه انهيار الداخل المحتل اليوم وطلب المساندة من قبل الغرب يعني نجاح العملية، عملية طوفان الأقصى لحد هذه اللحظة نجاح باهر، إرباك الداخل المحتل بالمباغتة وبالدخول وأسر الكثير من العسكريين والضباط، بالتالي هناك نجاح فعلي لعملية طوفان الأقصى. متى ممكن أن نشهد يعني تحرك السياسة والدبلوماسية من قبل الجناح السياسي للمقاومة؟
يعني أنا أعتقد لا يوجد معركة بدون استثمار سياسي، هذا مهم أصلا حتى من البدايات، من التخطيط نعم لمثل هذه الجولات من المعارك. الأصل أن يكون هناك تمت يعني أهداف سياسية واضحة ومحددة لمثل هذه الجولة، لأنه ليس من المنطقي حقيقة وليس من المعقول أيضا أن تدفع كل هذه الضريبة وتدفع كل هذه الضحايا وكل هذه الأثمان بدون أن يكون هناك يعني داري أقول قطاف سياسي لهذه القضية. طبعا في تقديري أنه يجب أن يتم أيضا الاستفادة من كل ما جرى في الجولات السابقة على الأقل من عام 2008 2009 وثم 2012 2014 مع ما جرى أيضا في أيار مايو 2021. الأصل في هذه المعركة بعد كل هذه الأثمان التي دفعت والتي نرى أنها ربما ستدفع أيضا في قابل الأيام، لأنه لا أعتقد أن الموضوع سينتهي بأيام قليلة وفق كل التصريحات وفق كل الملامسات وكل الأجواء العملياتية لهذه الجولة من المعركة. لذلك أعتقد يجب أن يكون هناك يعني ثمن سياسي لهذه الجولة ولهذه الجولة بالذات. إذا أردت أن تسألني يعني عن رأيي في ذلك أو ما هو المطلوب، أنا أعتقد أنه في الحد الأدنى يجب أن يكون هناك يعني رفع، يعني يجب أن يكون هناك إزالة لكل المبررات التي جرت من أجل هذه المعركة. وفي مقدمتها أقول هذا الحصار الذي استمر على مقربة عقدين، يعني حوالي 17 سنة من الحصار دار القاهر لقطاع غزة، 2 مليون إنسان محاصرين يفتقرون إلى الحد الأدنى من الحياة الآدمية على مدار كل هذه الأعوام، هذا يجب أن يرفع مرة واحدة إلى الأمام. طبعا لا شك هناك شيء متعلق بالمسجد الأقصى وشيء في والبصرة وشيء متعلق أيضا في الأسرى، هناك 5000 أسير موجودين لدى الاحتلال. أنا أقصد أن كل هذه القضايا يجب أن تدرج في حيز التفكير لدى يعني خلينا أقول العقل السياسي الفلسطيني، نعم. حتى تكون هناك يعني أسباب واضحة سياسية لمثل لمعركة مثل هذا الحجم. وأنا أعتقد أن في تقدير يعني في التقدير السياسي لدى القائمين على القضايا السياسية أو الجناح السياسي لكل المقاومة، أعتقد أن هذا حاضر لديهم في عقلياتهم وفي تفكيرهم، والأصل أن يكون حاضر ولكن هناك التفكير وقت والتخطيط ومع للاستثمار. بداية في مثل هذه الجولة. نشكر ضيفينا من أمستردام الكاتب الصحفي الأستاذ الفلسطيني الأستاذ ماهر شاويش، نشكركم على هذه المداخلة، وكذلك من غزة المختص في الشأن الإسرائيلي الأستاذ أحمد فياض، نشكركم على هذه المداخلة.